أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. جاء في الزمان العد اليدوي ينطلق من كركوك ويشمل 1800 محطة انتخابية. ونتصفح في المدى حكومة العباد تمضي من دون نصوص دستورية تحدد وضعها. جاء في العرب الجديد تحت عنوان اغتيال أحد الشهود الرئيسيين في التحقيق بقضية سقوط الموصل بيد داعش. ونقرأ في الهيانات هيئة علماء المسلمين تحمل النظام السوري وداعميه مسؤولية المجازر في درعا. نقرأ في العرب اللندنية انقسام في صفوف المعارضة حول شروط التسوية في درعا. ونطالع في الحياة عملية بلجيكية فرنسية ألمانية تحبط هجوما إيرانيا على المعارضة. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في القدس العربي ميركل ووزير داخليتها يتوصلان لحل توافقي لخلافهما بشأن سياسة اللجوء. أهلا بكم. أخيرا استسلم البرلمان العراقي لمشيئة نهاية عمره الدستوري رغم مهرجان محاربة التزوير، وكان التزوير ظاهرة غريبة عن الانتخابات وهي في حقيقتها وجه من وجوه فشل العملية السياسية في العراق. دكتور ماجد السامراء يقول في صحيفة العرب اللندنية إن هناك أسئلة كثيرة في مقدمتها: ماذا قدموا لناخبهم خلال الأربع سنوات الماضية ولأهل الوطن أيضا جميعا، حيث أقسموا على حمايته وحماية وحدته. لم يسمع أحد أجوبة مقنعة، وكلما سمع من بعضهم أجوبة من قبيل إن ظروف البلد صعبة وهناك إرهاب وداعش وغيرها، ولكن الحقيقة هي أن هؤلاء الأعضاء وعددهم 328 لم يكن لهم صوت داخل قبة البرلمان، وإنما هم أدوات بيد رؤساء الكتل السياسية يوجهونهم كما يشاءون. ولعل جلسة يوم 30 حزيران أكدت توجيه رؤساء الكتل لأعضائهم بعدم حضور تلك الجلسة التي كانت تنوي تمديد عمر البرلمان. لقد أمضى رئيس الوزراء حيدر العبادي 4 سنوات في حكمه وهو يرفع شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد، لكنه لم يتمكن من اتخاذ إجراءات لتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية بأسباب سقوط مدينة الموصل وما تبعها من محافظات. وقد يقول بعض البرلمانيين إن واجب البرلمان ليس المحاسبة القانونية، ولكن أليس من واجبه ملاحقة قضية تعلقت باحتلال العراق؟ لكنهم لا يلاموا، فقد تم احتلال العراق من قبل أمريكا ل8 سنوات واعتبروه تحريرا، كما لم يتمكن البرلمان من الضغط على الحكومة لكشف المسببين لجريمة سبايكر التي راح ضحيتها 1800 شاب مغدور، وكذلك الكثير من عمليات التفجير، لأن هناك خلفيات سياسية لا يستطيع البرلمان أن يقترب منها. الكاتب يرى أن البرلمان لم يشغل نفسه بمطالبة الحكومة ومحاسبتها على انعدام بناء المدارس وانهيار القطاع التربوي والتعليمي والصحي وحماية المرأة والطفولة والشباب، لكن رئيس وأعضاء البرلمان نشطوا بتحضير اللوائح القانونية خلال ساعات لتبرير مسرحية الثورة ضد الانتخابات المزورة، ليس دفاعا عن صوت العراقيين الذي انتهك دائما وما زال ينتهك، وإنما للثأر من نتيجة فشلهم في تجاهل صريح لمبدأ ديمقراطي معروف هو الاعتراف بالخسارة. في الأيام الأولى لظهور النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في 12 من آيار الماضي، وبينما بدأت ملامح الصورة تتضح شيئا فشيئا عبر إعلان ما سمي بالتفاهم بين كل من سائرون المدعومة من الصدر والحكمة بزعامة
عمار الحكيم والوطنية بزعامة إياد علاوي، فإن المفاجأة غير السارة خصوصا للأكراد والسنة جاءت عبر إعلان تحالف بين السائرون والفتح بزعامة هادي العامري. صحيفة الشرق الأوسط ترى في تقرير لها أن تحالفات ما بعد الانتخابات عادت إلى المربع الأول، وهو التخندق الطائفي والخضوع للضغوط الإقليمية والدولية. الصحيفة تقول إنه مع دخول العراق فيما بات يسمى الفراغ التشريعي، وهي التسمية المخففة عن الفراغ الدستوري، منذ الأول من تموز الحالي وبقاء الحكومة كاملة الصلاحيات السياسية منقوصة الصلاحيات التشريعية، فإن الحديث عن إمكانية المضي في عقد التحالفات والتفاهمات بين ما أطلق عليه في العراق قبيل الانتخابات وأثنائها الفضاء الوطني قد توقفت إن لم تكن تراجعت بعد أن اصطدمت بقوة التخندق الطائفي وحجم التأثيرات الإقليمية والدولية. وتنقل الصحيفة عن السياسي العراقي أحمد الأبيض قوله إن الانتخابات الحالية وبرغم ما رافقها من ضجيج سياسي وإعلامي لم تتغير كثيرا من حيث النتائج والمعطيات، لذلك عادت وبسهولة المعادلة القديمة التي هي عرقية طائفية، مشيرا إلى أن الكتل والزعامات السياسية التي كانت تتحدث عن الكتلة العابرة للطائفية والعرقية أو الأغلبية السياسية أو ما سوى ذلك من هذا الكلام، إنما كانت قد اضطرت إلى مجاراة هبة الشارع الذي كان يتظاهر على مدى أكثر من عامين، لكنهم بعد الانتخابات وما رافقها من إشكاليات بما في ذلك المقاطعة شبه الشاملة جعلتهم يعودون لقواعدهم الأصلية. وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول إن المسألة الأساسية التي يجب الانتباه إليها هي أن مصالح القوى السياسية لن تتحقق مطلقا ما لم يحصل هناك تخندق طائفي وعرقي، وهذه تكاد تكون معادلة ثابتة في العراق، مشيرة إلى إعلان القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر عن مساعي لإعادة التحالف الوطني مجددا لتشكيل الحكومة المقبلة بضم ائتلافات الفتح والنصر ودولة القانون وسائرون والحكم. يبدو واضحا وضوح الشمس من مجرى التطورات الميدانية والسياسية في محافظة درعا جنوب غرب سوريا أن مجموعة قوى الثورة والمعارضة هناك هيئت نفسها لكافة الخيارات قبل بدء المعارك وتصاعد حدتها منذ نحو أسبوعين طبعا، لكن صحيفة العرب الجديد ترى في تقرير لها عدته أن المصالحات التي عقدتها بعض الفصائل مع النظام أربكت قوى الثورة والمعارضة وأعطت دفعا آخر لخطة النظام والروس القائمة على تكثيف الضغط بالقصف والغارات مع تجزيء المجزأ والاستفراد بكل بلدة ومدينة لوحدها إضعافا لموقف الطرف الآخر. منذ 19 من هذا الشهر ومع دفع النظام لمزيد من التعزيزات العسكرية ثم بدء القصف والهجمات البرية، تبلورت ملامح محاولة القوى المهاجمة بتقطيع أوصال الجغرافيا التي تسيطر عليها المعارضة عن طريق الضغط العسكري أو عبر تنشيط ما يسميه الناشطون في درعا بالطابور الخامس، وهم مجموعة قوى صغيرة على الأرض مرتبطة بالنظام مباشرة دون إعلان ذلك، وبالتزامن مع تقدم قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي الأسبوع الماضي في شرق وشمال شرق درعا، نشطت في بعض بلدات المحافظة شخصيات لها نفوذ إما عشائري أو عسكري محدود، وقامت بتوقيع اتفاقيات تسوية ومصالحة بشكل منفرد مع النظام خاصة في بلدات إبطع وداعل والكرك. ويبدو أن ذلك أربك فصائل غرفة العمليات المركزية في الجنوب مع فريق إدارة الأزمة الذي يفاوض الروس عن قوى الثورة في درعا، لكن ما تبين لاحقا أن فصائل العمليات المركزية امتص صدمة الضربات العسكرية التي توجه لها من القوات المهاجمة وما تسميه بالخيانات من داخل درعا، واستعادت سيطرتها بهجوم عسكري في بعض القرى والبلدات التي خسرتها في ريف درعا الشرقي.
الصحيفة تشير إلى أن فريق إدارة الأزمة في درعا أصدر بياناً اعتبر فيه أن أي اتفاق لن يكون ملزماً ما لم يتم التوقيع عليه من كافة المشاركين في الفريق التفاوضي مدنيين وعسكريين، وأن أي إعلان لاتفاق دون ذلك يعتبر ممثلاً لمن وقع عليه كأشخاص عاديين دون أي صفة اعتبارية، وذلك قبل أن يصدر البيان التالي والذي أعلن فيه الانسحاب من المفاوضات والنفير العام لمواجهة قوات النظام والميليشيات المساندة لها بدعم الطيران الروسي. يندرج التأخير الذي طرأ على استعادة ميناء الحديدة في سياق خطة واضحة ومدروسة تستهدف بلوغ الهدف من دون التسبب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين. خير الله خير الله، يرى في صحيفة الرأي الكويتية أن هناك عاملان يمكن أن يؤخرا الحسم العسكري هناك. أولهما أن استمرار الحرب يشكل مصدر ربح لعدد كبير من الأطراف في اليمن وخارج اليمن حتى، أما العامل الثاني فهو عائد إلى أن الجيش اليمني والتحالف العربي لا يستطيعان إلا مراعاة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث الذي يصر على إعطاء فرصة للحوثيين للانسحاب من المدينة. في الواقع ليست هذه الفرصة سوى هامش للمناورة يستخدمه الحوثيون والطرف الذي يقف خلفهم أي إيران من أجل المناورة ليس إلا. من حسن الحظ لا ينطلي هامش المناورة هذا لا على التحالف العربي ولا على القوى الموجودة على الأرض التي تعرف تماما أن اللغة الوحيدة التي يفهمها الحوثيون هي لغة الحسم العسكري، ولكن ما العمل عندما يكون هناك مبعوث للأمم المتحدة لا يريد العودة إلى تجارب الماضي القريب والاستفادة منها؟ ليس بعيدا اليوم الذي سيكتشف فيه مبعوث الأمم المتحدة أن هؤلاء لا يحترمون كلمتهم ولا الاتفاقات التي يوقعونها. لو كانوا يحترمون أي اتفاق يمكن التوصل إليه معهم لما كانوا انقلبوا على اتفاق السلم والشراكة الذي وقعوه مع الأطراف اليمنية الأخرى بعد استيلائهم على صنعاء. لا وجود لحلول وسط مع الحوثيين، لا يستهدف كل ما يطرحونه الآن بالنسبة إلى تسليم الميناء للأمم المتحدة سوى كسب الوقت. هناك حاجة ماسة لدى أنصار الله إلى ميناء الحديدة حتى لو كان تحت إشراف الأمم المتحدة، المهم أن يبقوا في المدينة وفي داخل الميناء بطريقة أو بأخرى لضمان مصالحهم. وبحسب الكاتب فإن قوات الشرعية ستستعيد عاجلاً أم عاجلاً مدينة الحديدة، فلا خيار آخر غير إغلاق كل الموانئ اليمنية في وجه الحوثيين الذين سيكون عليهم الانكفاء في اتجاه شمال الشمال في انتظار معركة صنعاء. لا مجال لأي تفاهم مع هؤلاء، لا لشيء سوى لأنهم لا يحترمون كلمتهم. فقد احتلوا صنعاء عن طريق المراوغة ولعبوا كل الأوراق التي كانت في حوزتهم من أجل بلوغ هدفهم. أرادوا أن تكون صنعاء نقطة انطلاق لوضع اليد على اليمن كله. في أزمة بعيدة مضت ساد شعار النفط سلاح المعركة، أو بالأحرى النفط سلاح في المعركة. كان ذلك قبل حرب أكتوبر عام 1973 إلى أن وقعت تلك الحرب واستخدم فيها النفط سلاحا لأول مرة، وأظهر فعالية جمة قبل أن يبدأ كثيرون في التسويغ والتسويق لبؤس هذه النظرية والتأكيد مجددا على الحاجة الماسة للفصل بين النفط والسياسة. وتكرست هذه المقولة منذ تلك الأزمنة وحتى يومنا هذا، أي لأكثر من 4 عقود خلت. عريب الرنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن النفط كان سلاحا ولا يزال، والدليل تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إنتاج منظمة أوبك من النفط. اليوم يدور سجال محتدم حول مغزى تغريدات ترامب التي طلب فيها من السعودية زيادة إنتاجها من النفط بنحو 2 مليون برميل إضافيين يومياً، وحملته الشعواء على دول منظمة الأوبك بزعم أنها لا تفعل شيئاً لتخفيض أسعار النفط.
ترامب في مسعاه لإدارة ملف الطاقة العالمية وأسواق النفط عبر تويتر يريد في هذه المرحلة أن يحقق هدفين اثنين غير مكترث بقوانين السوق ولا بنظرية العرض والطلب. ترامب يريد أولاً هبوط أسعار النفط قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في تشرين الثاني المقبل لضمان مزيد من الأصوات المؤيدة لمرشحيه للكونغرس وحكام الولايات. أما الهدف الثاني لترامب فيتمثل في كسب التأييد لمسعاه خنق إيران وفنزويلا الأولى لبرنامجيها النووي والصاروخي ودورها الإقليمي، والثانية لأنها ليست ديمقراطية كما ينبغي. لا شيء أكثر أهمية لدى ترامب وإدارته من البقاء في السلطة والتجديد لولاية ثانية وضمان أغلبية جمهورية في مجلسي الكونغرس الأمريكيين، حتى وإن اقتضى الأمر سلب دول غنية أموال صناديقها السيادية وحقوق أجيالها القادمة في ثرواتها الطبيعية غير المتجددة. الكاتب يضيف ويقول: أما نحن الذين ما زلنا نعتقد أن إسرائيل هي التهديد الأكبر وأن القضية الفلسطينية هي أم القضايا والصراعات في المنطقة، فمحظور علينا أن نتحدث عن النفط كسلاح، وإن نحن فعلنا فسنوصف مباشرة بأننا متخلفون. ما زلنا نعيش زمن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، مع أنهم هم وليس نحن من يذكرنا المرة تلو الأخرى بأن النفط ما زال سلاحا قابلا للاستخدام في كل المعارك ما عدا في معركة العرب مع إسرائيل. منذ أيام ودائرة التظاهرات والاحتجاجات في إيران تتسع، ولم تعد هذه الاحتجاجات ذات طابع مطلبي خدمي، بل تجاوز ذلك إلى الشق السياسي بعدما رفع المتظاهرون شعارات تطالب طهران بالكف عن دعم الجماعات الخارجية عن القانون في أكثر من بؤرة ملتهبة، خاصة في المنطقة العربية، لأنها تستنزف الكثير من المال وتلوث سمعة البلاد باعتبارها راعية للإرهاب. هذا ما أشارت إليه صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها. لوحظ في الأسابيع الأخيرة تنامي السخط الشعبي حيال السياسة التي تتبعها القيادة الإيرانية الحالية، خاصة ما يتعلق بدورها في سوريا ولبنان واليمن والبحرين، ذلك أن هذا الدور لم يقدم سوى البرهان على أن طهران تغلب مشروعها التخريبي على مشاريع السلام مع جيرانها. من الواضح أن الاحتجاجات التي اجتاحت المدن الإيرانية المختلفة تعكس احتقانا شعبيا كبيرا، فالوضع الاقتصادي في البلاد يمر في مرحلة صعبة ومفصلية، إذ إن سعر العملة يهبط بشكل مخيف بعدما انخفضت قيمتها بنحو 50% مقابل الدولار خلال الأشهر الستة الأخيرة، كما ارتفع تتبعها الحكومة في التعاطي مع الشق الاقتصادي من خلال تسخير موارد البلاد لدعم جماعات متمردة في أكثر من دولة تحت شعارات مختلفة. لهذا جاءت الاحتجاجات المتزايدة في البلاد لتعبر عن عدم رضا الشعب عن تدخل النظام في هذه الدول، لأن ذلك يقود البلاد إلى عزلة إقليمية ودولية يدخلها في دوامة استعداء الخارج الذي لا يرى في إيران إلا تلك الدولة المارقة التي تكرس كل جهودها ومواردها المالية لتصدير الأزمات إلى دول المنطقة وتعميم الفوضى فيها. الصحيفة تضيف أنه في المحصلة الأخيرة لا يبدو نظام الملالي في إيران في وارد الكف عن التدخل في شؤون المنطقة، فهو يستثمر فكرة المؤامرة الخارجية من أجل إخماد التحركات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع الداخلية عبر تسخير المال المنفق على الجماعات المتمردة في الخارج لصالح الداخل، إذ أن استمرار هذه السياسة يقود البلاد مع مرور الوقت إلى وضع اقتصادي سيء يحمل بذرة انهيار الدولة بالكامل.
وبعيدا عن السياسة، بدأت أوغندا رسميا في تطبيق قانون يفرض ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأول من تموز الحالي، حيث استيقظ المستخدمون في البلاد ليجدوا أنفسهم في حال لم يكونوا قد دفعوا الضريبة الجديدة، فإن الخدمات قد توقفت. وقالت صحيفة البيان الإماراتية إن برلمان أوغندا فرض ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مسعى لزيادة الدخل، فيما قال المنتقدون حينها إنه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني القابع في السلطة منذ عام 1986. 5 سنتات يوميا مقابل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعادل نحو 19 دولارا سنويا في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولارا. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني حظ على تبني تلك التغييرات، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الإشاعات والنميمة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.